لا تزال البحرين تنسج شراعها الكبير على سفينة المجد، فحيثما بدأت الصناعة تتشكل وحيثما بدأت الحضارة تتألق، كانت البحرين أكثر ازدهاراً وأكثر تقدماً. فلا تزال من ستينيات القرن الماضي تسخر الأيدي القادرة والعقول الماهرة وترسم النهج الواضح لتكون صناعة البحرين واقتصادها مواكباً ومنافساً لطفرات النمو العالمي في كل مجالات الصناعة والعمل. وكما أن حاضر البحرين اليوم قد رسمته الأيدي البارعة بالأمس، فإن مستقبلها وغدها الأجمل مرسوم أيضاً ومدخر لأجيال مملكة البحرين في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، والنظرة الاقتصادية الثاقبة لولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله. وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقدم صنع في البحرين. أنشئ مصنع أوميغا للأصباغ والمواد الكيميائية في عام 1978 بالمنطقة الصناعية بشمال سترة، والذي يعد أول مصنع أصباغ وطني بحريني 100%، تأسس في مملكة البحرين، وذلك على يد المغفور له بإذن الله أحمد إبراهيم محمد، وهو نتاج خبرة أكثر من 30 عاماً قضاها المرحوم أحمد إبراهيم في تجارة الأصباغ ومواد البناء بأنواعها قبل تأسيس المصنع. ومع طفرة التعمير والإنشاءات وزيادة الطلب على الأصباغ وعدم وجود مصنع وطني لتلبية طلبات السوق آنذاك، تم أخذ القرار بإنشاء المصنع على مساحة تزيد عن 8000 متر مربع بالمنطقة الصناعية. مصنع أوميغا للأصباغ أنشئ 1980 برخصة من وزارة الصناعة في ذيك الفترة. ابتدينا العمل قبل سنة 80، كون والدي كان هو يشتغل في تجارة الأصباغ في السعودية، من ثم انتقل إلى البحرين، فكان عنده خبرة كبيرة بالأصباغ. زيادة الطلب على الأصباغ وكنا نستوردها من مصانع مختلفة من العالم خصوصا من أوروبا، أدى إلى بيئة صارت طلب عليها أكثر، فقررنا بإنشاء المصنع في ذيك الفترة، وكان من أوائل المصانع لإنتاج الأصباغ في ذيك الفترة. وبالفعل بدأ الإنتاج في يناير عام 1982 على أساس توفير أصباغ ذات جودة عالمية للسوق البحريني تحمل شعار صنع في البحرين. وتولى السيد حامد أحمد إبراهيم الشاوي إدارة المصنع بعد وفاة والده عام 1990، ودأب منذ ذلك الحين على تطوير المصنع حتى يواكب أحدث التقنيات العالمية في صناعة الأصباغ، وعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للماكينات لتصل لأكثر من 4 مليون لتر سنوياً، وأيضاً تأسيس مختبر للمصنع يعمل به أكفأ الكيميائيين في مجال أبحاث وتطوير الأصباغ. وقد أسس علاقات متينة مع شركات عالمية كبرى لتوريد المواد الخام ذات الجودة العالية للمصنع من جميع أنحاء العالم. ولهذه العوامل أصبح مصنع أوميغا للأصباغ والمواد الكيميائية المصنع الوحيد في مملكة البحرين الذي لديه السعة الإنتاجية لإنتاج أكبر تشكيلة متنوعة ومختلفة من الأصباغ، مثل أصباغ المباني الداخلية والخارجية، أصباغ متطورة للعزل الحراري، أصباغ عازلة للمياه، أصباغ صناعية وإيبوكسي،
أصباغ للسيارات والآليات، أصباغ ودهانات للأخشاب والأثاث والأرضيات، الثنر والمذيبات. مصنعنا أنشئ برأس مال بحريني 100% بأفكار بحرينية، باستقطاب الفكرة الحديثة، التطور الحديث اللي موجود في الأصباغ. تطور الأصباغ في شكل يومي موجود فيه. المعلومات توصلنا أول بأول من المصنعين الأوروبيين أو من جميع مصانع العالم بتطور المواد اللي تضاف للأصباغ، فإحنا ناخذها ونحاول ندخلها في المواصفات عندنا بأسرع وقت. وقد ساعد هذا التنوع على مدى 35 عاماً في إنتاج الأصباغ وحصول المصنع على شهادة الجودة والآيزو منذ عام 2003 في تعزيز ثقة المستهلك والعملاء في أصباغ أوميغا وزيادة وتنوع العملاء والزبائن للمصنع من وزارات الإسكان، الأشغال، الداخلية، قوة دفاع البحرين، الحرس الوطني والعديد من شركات المقاولات بمختلف درجاتها ومصانع وورش النجارة، إضافة إلى الزبائن المباشرين من أصحاب الفلل والمباني. ولم تقتصر مبيعات أصباغ أوميغا على السوق المحلي فقط، ولكن امتدت سمعتها إلى دول الجوار ودول أخرى، حيث يتم تصدير العديد من منتجات أصباغ أوميغا المميزة إلى هذه الدول. ما بقول إن أول مصنع أخذت من شهادات الآيزو، بس أول مصنع بحريني كوني إنه 100% بحريني متفوق وخذ شهادة الآيزو، هذه كانت في 2003 على أيام سعادة الوزير حسن فخره، وجددنا ظلينا مستمرين في أخذ شهادة 9001. اليوم عندنا ثلاث شهادات آيزو اللي هي في الإدارة وفي الانفايرمنت اللي هي البيئة وفي عندك الصحة والتقويم. مما يضع مصنع أوميغا للأصباغ ضمن تصنيف الشركات العالمية لتصنيع الأصباغ، ويكون فخراً لكل بحريني بتواجد مصنع وطني 100% على أرض مملكتنا الحبيبة، مملكة البحرين.